الخبر الاول اللي عدنا عن مشكله انس شايب ويا بيسان اسماعيل. في المعرض شو اللي صاير انه بعد ما بيسان سافرت لالمانيا بدات تصير شويه اشياء غريبه. فبيسان شالت الفولو من حساب انس شايب بالانستغرام امبارحه، ولكن الواضح انه هاي من المتابعين انتبهوا لهذا الموضوع فقررت انه ترجع الفولو بعد كم ساعه. بالنسبه لانس شايب فنزع على سبب الانستغرام هذا البوست اللي كان كاتب بيش تقتلك ولكنه حذفه ورا كم ساعه، او تحديدا بعد ما شالت الفولو من عنده. بعد نزل هذا الستوري كاتب حبايبي بعتذر منكم ما بصور ستوري ولا بعمل اي شيء، بس نسيت كثير تعبانه ومشتاق لكم. فاكتبوا لنا حبايبي بالكومنتات شو تقول الاشياء الغريبه اللي قاعده تصير بين بيسان وانس شايب وشو تفسيركم. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي عدنا هي يارا مار. فيارا نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات اعلنت من خلالها انه اليوم راح ينزل مقطع الساعة بالاربعة، ومن الواضح من الصورة المصغرة ان كل اعضاء الفريق موجودين راح ينزل بقناة الفريق. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو طارق الباشا ومملكة القصص، وشوية تسريبات عن خلف الكواليس الفيديو كليب الجديد اللي هذه المرة راح يكون تصويره كلش فخم. وطارق الباشا نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات من داخل موقع التصوير، ومن الواضح انه شيء متعب كلش عليه وراح يكون شيء رهيب. اكتبوا لنا احبابي بالكومنتات ايش قدرتم متحمسين لهذا الفيديو كليب. الخبر الثالث اللي عدنا عن احمد ابو الرب واستهزاء بنارين بيوتي. احمد ابو الرب نزل على سبب الانستغرام شوت ستوريات جد يستهزئ بها بنارين بيوتي ان الصوره مصغره والعنوان مالتها كان كذابين. ومثل ما تعرفون نارين بيوتي حاليا ما تحكي ويا احمد ابو الرب وشايلين فولو من بعض بعد ما صارت مشكله بيناتهم. راح احطكم كل هذه الستوريات اللي حابين نشوفها. واخيرا راح نعيش سوا. اوكي هذا في ظل هذا. تخيل نفتح الفيديو نلاقيها جايبه بالسبس، تخيل. يا الله خلاص. طبعا اكيد متابعين نارين بيوتي حبون يتهجمون عليه بسبب استهزاء بها، فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات ايش رايكم باحمد ابو الرب واستهزاء بنارين بيوتي. الخبر الرابع اللي عدنا عن انس مروه ورد على كل الاشخاص اللي طلعوا اشاعه انه هو اشترى نجمه لمرته اصاله، وعلى اساس هذه النجمه كان سعرها كلش غالي، فاللي صار يتهجم عليه وصار يطلعون هذه الاشاعه. فانس نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات يشرح بها هذا الموضوع انه هو مجرد كذبه مو اكثر، وصار يحكي الحقيقه انه مجرد اشترى نجمه سعرها 80 دولار مو اكثر، وهي النجمه مو بالسماء نجمه عاديه. نجمه لزوجته في السماء. يا جماعه من 3 ايام تقريبا عم شوف انا على الفيسبوك على تويتر انه عم تجيني رسائل انه هذا الشيء سلبي، انه في قصه عم بتصير حوالين الموضوع هذا، بس ما صدقت. اوكي هذا ناس عم يتمسخروا وضحك مسخره. ثاني يوم معقول موضوع على بجد؟ ثالث يوم خلص على بجد، صار على كل القنوات الاخباريه، كل قناه اخباريه صارت انس اشترى نجمه لزوجته على عيد الام. كانوا انا اتصلت على ناس قلت لهم شايفين لو سمحتوا الكوكب اللي جنب زحل هذا هلا بتعطوا له اصاله، واللي جنبه بتعطوا له ماما، انه كانه خلص تعاقدنا مع العالم نحن مع الكره الارضيه. يا جماعه شو هالموضوع؟ اصاله كانت عامله غنيه، الغنية أمي في مقطع اسمه نجمة من النجوم، قلنا نجيب هالبروب تكمل قصة مثل المسلسلات المصرية السورية الطائية الشاكوش تكملة قصة بروب بيسموها، فقلنا والله نشتري هالبروب وحقه 70 دولار والناس هون بكندا وبأمريكا كتير بس بيجيبوه إنه كقصة، وما في ناس يعني ناس ما أنا معترفة إنه هي نجمة، هو هالفريم تاخده ب 70 دولار ورسالة حب إنه والله الناس بيحطوه هون لمرتهم لزوجته إنه I love you. هي القصة بالآخر، هذا اللي صار. إذا وصلتكم على الواتساب تكونوا عرفتوا شو القصة وبس. على فكرة 99% نحن من الأوقات ما منرد على كل هدول الشغلات، ولكن هي القصة بالذات جد ضحكتني إنه كيف الناس ممكن يعملوا قصة شغلة تافهة يعملوها شغلة كتير كبيرة وتكون مقالات رسمية على أخبار رسمية كأنه الموضوع مجنون. وبيضحك أكتر إنه وين كانوا هدول الناس نفسهم؟ وين لما كانت عم بتصير أكبر بث مباشر قبل شهر، أكبر بث مباشر خيري في تاريخ اليوتيوب العربي، اكبر بث مباشر خيري في العالم، 400 الف مشاهد لايف كانوا عم يحضروا، هذا غير المبالغ اللي تم التبرع فيها عن طريق اليو ان اتش سي ار. وين كانوا المقالات؟ وين كانوا الضجه الاعلاميه؟ وين كانت كل هالقصص هي؟ وين ما شفنا نفس الناس قاعدين عم يكتبوا على تويتر على الفيسبوك عم يقولوا هذا صار وهيك ما صار؟ وين كنتوا؟ ولا هلا والله خلونا نستنى لما انس يعمل ينزل نجمه من السماء ما ادري بعرف شو، القصه كذب، يعني هذيك القصه حقيقيه فيكم تحكوا، انا لا هي القصه كذب، خلونا نعمل عليها قصه. وما بقى هل عم يحاولوا ينزلونا؟ هل عم يحاولوا يبينوا انه نحن سيئين؟ هل غير واضح شو الفكره او شو الرساله؟ وليش ممكن شيء مثل هيك تافه يصير هو الخبر الاساسي؟ على العموم شغله الواحد بيسال حاله عليها، وضجه صارت وهلا ضجه عم بتصير، فطلعنا نرد بس والله من باب انه فرجيكم شوفوا شو اللي عم بيصير. على العموم عائله انا صاله انتم دائما بظهرنا بنحبكم كثير، الموضوع كان بضحك فحبيت اطلع واحكي فيه شوي وبس. الخبر الخامس اللي عدنا عن احمد ابو الرب والديستراك الجديد اللي نزله على غيث مروان. فاحمد ابو الرب نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب واللي كان فكرته انه يسوي اغنيه بظرف 24 ساعه. بالنسبه للاشخاص اللي سمعوا الاغنيه يروحون يسمعوها حاليا، اما بالنسبه للاشخاص اللي سمعوها يكتبوا لنا بالكومنتات شنو تقييمهم الاغنيه، هل هي عجبتكم او لا، وشنو تتوقعون سبب دس على غيث مروان. وبس وصلنا لنهايه المقطع حبايبي، اتمنى تحطوا لايك على المقطع، وبس كان فيزي وختمت القصص ومع السلامه.